هلا، بلشنا الويكند مع شرطي النظافة بالبيت كايلي. شوفي أظافر طولانة. كنا نصفن على أهلنا يطلعوننا 40 طنة ألبومات صور، عمود يلقون صورة مالتك مال حضانة، بعدين يلقوها بالألبوم مال عرس ابن عمتك نائل. يلا تعال خلينا نحط بعض صور بي. وشوية شوية بدينا نصير ذولا الأهل اللي كنا نصفن عليهم. آه صح، هاي صورة بابا ودادا وكايلي. حلوة؟ كايلي متاكل شيبس؟ لأن مهما كانت التكنولوجيا والزمن اللي عايشين بي، الأشياء الملموسة أجمل، والأولد إز جولد. Good morning مامي. Good morning. شلونك أم البيت؟ كوني أب جديد هذا الشي غيرني، صرت طموح أكثر وعندي أحلام أكثر، وصح جاي أتعب أكثر، بس من تجي بنتي بدون أي سبب تبوسني أنسى كل شيء. وين بابا؟ وين بابا؟ هاي كايلي. يلا صوري جوليا. شوية غريبة إنه إنسانة جاية من نفسي لازم الكاميرا مالتي اللي بلشت بها هاي القناة، ولو كنت أدري إنه أكو كاميرا ما ممكن يشتغل لي ببلاش بس أنا يمها وأوكلها، عشان سويت أطفال من زمان، لأن إيدي تعبر من هاي الحركة، بس هسه بلشنا بهاي الحركة. إيش؟ باب. تصورين الباب؟ هذا أول فلوق تصوريه؟ شنو راح تقولين بالفلوق؟ أخذنا سيارتنا واتجهنا إلى حضانة نسجل بها كايلي. كل شيء منك يجيني أقبله. جقد ما احنا نحب كايلي، جقد ما نتصور انه افضل إلها انه تغير جو وتصير سوشيال مع باقي الاطفال. بالحقيقة كل ما نقدم لها الاستقالة مالتنا ترفضها، تقول انه المحامي مالتها قراها وماكو اي بند مذكور انه نقدر نفلت. رحن حضانة. اوراق مال جامعة فمو جامعة. ما اقتنعنا بهاي الحضانة، فمن الطبيعي انه ندور حضانة ثانية، بس احنا رح ناكلنا. وانا ببيتي هيك نحل المشاكل، بس شوي ننزعج من شي نروح ناكل. على على هذا الريوق كان اختبار للمطعم، بش قد وقت الكل راح يدفع الحساب ويقوم من ورا الهوسة مالتنا. بصراحة طولوا. أكو ناس تعتقد إنه البشر جاي من الحيوان، فرحنا نشيك بعيننا. هسه تجي الزرافة، هسه تجي الزرافة. ها بعدك عنونة. طول حياتنا وإحنا عبالنا صندوق يستخدم عم نحط بيه جنط ونسده، بس اليوم اكتشفنا إنه صندوق ممكن يستخدم لأشياء أخرى. أوكي سيارتي للبيع. هاي سندورة. هاي. مشتاقين. والله إحنا. كوما 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 كوما. مشكور. تسلم تسلم. هلو. بصراحة لقينا شبه باي الأسد. جت فترة بحياتي صرت شوية كسلان، لأن قلت بعد ماكو أي شيء ما شفته بحياتي. سافرت، طبيت، طلعت، اكلت، تعرفت، نجحت، فشلت، المهم انه جربت. بس اليوم اريد اجرب كل شيء من جديد بس ويا اطفالي وزوجتي. اوكي لو هي انزل لك دافع الفلوس. يعني الكره الارضيه تابعه للحيوانات، بعدين جو البشر حطوا الحيوانات بحديقه حيوانات وسووا دخوليه بفلوس. يعني هاي خلصت معلومه. علقت علقت علقت. مو هاي اخر حلقه وصلنا متاخرين. باي. قويه. المتابعين راح يغرقون. المتابعين راح يغرقون. كذب كذب. هو منكم بالتعليقات يقولون لؤي حمستنا انه نتزوج ونبني اسره. هي بالحقيقه قبل ما تبني الاسره لازم تلقى الشخص المناسب اللي تعيش وياه، لان انتم ككابل راح تكونون القدوه الوحيده بالبيت لهذول الاطفال، فلازم علاقتكم تكون مبنيه على حب وتفاهم كوميونيكيشن وتعليم. صباح الخير أليكس، من عزلة قعدت حبيبي؟ مرجعنا للبيت كايلي ما رادت تنام، لأن مودها كان حلو وكانت متونسة. ها؟ طيب وصل المتابعين. أول شيء هديل؟
ما هي؟ أمام. آه هذه البلحمة فضحتيها بالفلوق. بس بعدين بلشت الحفلة، واللي عندهم أطفال يعرفون شنو يعني حفلة، واللي ما عندهم أطفال ثاني يوم قعدت مستغرب وسعيد، لأن عادة الفلاح ما يجي يوم الأحد، بس بهذا الأحد قرر أنه يجي. عيني شوية الزوايا الزوايا والزلوف صفر. يما بتي هاي هاي ثقيلة هاي ثقيلة. اوه هاي إلي. هذيل كانت مسوية عزيمة، فقررت انه استغل هذا اليوم واطلع اشتغل برا. ولكن الخطاب كلهم وصلوا، ومثل كل بيت عراقي ناسي يجيبون بيبسي، فراح اجيب بيبسي. يلا الرجال هم يحتاج احيانا هيك شي بقبة واحدة. اه هاي من هنا. من الاشياء اللي خلتني اتعلق باللاند كروزر مالتي وانه من كايلي ما تقدر تنام بالبيت وتدخل مرحله هستيريا، من ادخلها بالسياره مالتي ونفتر راسا تخفى، خاصه من اذبه خامس الونين على 120 ما حد يقدر له. وهاي العاده صح تاخذ هوايه من وقتي، بس منو يستاهل وقتي اكثر من اطفالي؟ متباوع لهم ينامون تنسى التعب كله. ابو لول عنده اطفال. هلا كاميرا. اي كاميرا. هاي ابونا. هاي. نشوف والله شو مبقين ما مبقي. هاي شنو هاي شنو الجفاف. هلا وبس تمن. شن كان هنا؟ ها ها ها. مرة جاية حطوا قطعة هنا حتى واحد يعرف شنو كان اكو. بنهاية العزيمة استغليت غروب الشمس اللي داخل بالبيت على مود اطلع فيلم جديد، حطيته بالنيكون مالتي اللي عمرها 35 سنة وطقطقت كم صورة. معظمهن طلعن كلش حلوات. احب انه حتى اذا ماكو قصة بالصورة اللوك مال الفيلم يعطي مود كلش حلو. والصورة المفضلة مالتي هي هاي، صح ما بيها اشي سبيشل، بس اذا تنتبهون هديل وكالي كانوا يتمشون بالممر وطالع شوية الخيال مالتهم بالحياة، وانا احب من الصورة تكون مو كلش مفهومة من الاخرين بس تعني لي الكثير. اوي 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 اوي. وراها رحنا الاحتفالية مال المنطقة مالتنا بمناسبة العيد الوطني الاماراتي. هلا عمي. بس كايلي وايفلين كانوا نعسانين. وسبحان الله بس رجعنا للبيت ما اعرف من وين جت الطاقة. كايلي راح تدوخين هيك. لا 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 لم تريد ترقص بعد ما كنت حبيبي. هاي براذر ثانك يو بيد اوريدي ها بيتزا تايم بيبي. جوليا جوليا وينش تعالي ماشي. ثاني يوم تريقنا مطعم فرنسي بالأرابيان رانشز. كان عندهم كرواسون كلش طيب وهاي ذبان. وراها جت الأكتيفيتي اللي كنا منتظريها أسبوع كامل، اللي هو البرانش اللي حاجينا ويا ناس كلش نحبهم. ومثل كل ويكند عفنا الأطفال على مود إحنا نرجع أطفال.
الله ناقصها بس شامبو. ماكو احلى من الشالو. الجو بدا يصير حلو، فتوقعوا انه راح تشوفون كل شوي اكتيفيتيز بالفلوجات الجايه وهذا الوجه وهذا الصوت. انتم ما مجبورين تباعون او تسمعون، بس يا اخي ما اعرف هاي كم دقيقه وياكم اشعر ان الدنيا بخير، واشعر انه بعدنا بسنه 2017. هدول حبيبتي يلا تفضلي اويلي. حطينا اسم عالفيض ولا هو خسران، قلنا يعني خلينا نفرحها بالاسم مالته. لو ما حاطين اسم احسن. يعرفوني من زمان، يعرفون انه جاي الاقي صعوبه انه استمر بالفلوجات، فاتمنى انه هذا الفورمات الجديد الاسبوعي يعجبكم. وكفكره سميتها ويكند ويانا، اعطوني رايكم اذا هذا الاسم يعجبكم. وانتم شنو سويتوا هذا الويكند؟ هذا الفلوج راح ينتهي بهالشكل.